تحية إلى جميع الأخرار والخوت. اليوم في الحقيقة في ميديا بلا فيديو السياسة ولا هاديز ولا سيما أنا راه قررت وقيلا كاع صافي غادي نعاود نرجع للدين من مور ما شفت غتشوفوا معايا هادشي اللي شفتو. هذا هو الفيديو الذي يبحث عنه جميع الزكستراتيريست والمظلمين والإنسانية كلها. بسم الله. طيب نبدأ الآن. بسم الله. غسل يدين ثلاث مرات ثم المضغ والاستنشاق بغضة واحدة ثم غسل الوجه من نبضة الرأس إلى الذقن وتخلط وإن كانت خفيفة فتغسل كامل الوجه وحدود الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ثم غسل. انا رديت نقطان على الخوت ويخلل بين اصابع رجلين ويحرص على غسل الاعقاب. هذه الاعقاب اللي ورد الوعيد قال ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار. يا ايها المحزقون والمحزقات فرقوا الميكروبات. راكم عارفين حيت ما عندكم لا صابون لا حتى شي حاجه في الشوامع عامل تدخلوا ديروا الاستنجاء ومن تما غسلوا يديكم ثلاثة المرات وبداو تفرقوا المضمضة وصفوا مزيان وصفوا مزيان الميكروبات وفهمتيني الاستنشاق والاستنشاق وفرقوا مزيان اخويا لعلكم تحزقوا. الشيء الخرافي اخويا شنو هادي دابا دبانة مسلمة دخلت الاسلام بحال داك الجنون دايرة وجدت لهم العظومة راه عاطت لهم العظومة باش يجيو ياكلوا. اجي خلينا نشوف واحد الاخرين تاهما قالوا لهم ما تعرفوش في بعض الناس اللي يقولوا يا تاع عطى على المظلومين المسلمين وحاقر عليهم انت ما كتجدوا على الاخرين. اجي نشوفوا البراقيين اللي السرعيين كان عجبهم بلادهم ياك. هات اخويا هات شفت التاج اليسر غادي يبلوكي لينا كاع على الانترنت حنا يا خدمي يا راك فوت ثلاث باج قل 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 زيد انا ماشي هذا انا ماشي هذا يا بلاتي يا سي ماشي هذا شوف اخويا كيف يسوعي يجزاك الله 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 دابا راه ميت هو هادي حي السعودية وسميتها راه كتفتح
الايطاليه الكنيسه راه كيجيو 60 مليون ديال التوريست في العام الطاليان قسط كبير منه كيجي على ود البابا ومشي حتى هو بياتسا سان ماركو وجلس شي خرج لاخر يدير لهم ديك كاينش شي ديال اللي هو فابور كاينش حاجه اللي هي فابور هو فلوس الله يرحم وحتى فاش كيبغيو يفرشوا بعض العلماء ولا شي حاجه يمشيو يخلصوا هنا اللي تفطاليا كاين شي حوايج اللي تكتموا عليها علاش انا عارفين الا مشاو تخرجوا وضربوا في الكنيسه راه الناس غادي تفيق والناس ما تبقاش تجي على داك الشيء وراه كيشوف تكيعيو كي مصالح هناك مصالح حتى ما تعطيني نهضروا عاوتاني مره اخرى على الهوموسيكسواليتي ديال محمد السليس وعرفتي راه شحال من جورنال دوا على هاد المساله حتى من الجي كرامب اللي هو جورنال مختص ف انا ما عنديش حاجه ضد المثليين ولكن انا عندي ضد هاد المثليه هذه ديال محمد السليس هذا هذا وانا انت شوف شحال من جورنال وهذا راه درتير ماشي حتى شي بحث قداش كتب زعما درت جاي كاونت محمد سيس هذا شي شخص اللي هذا كاين هذا وكاين هذا شوف هذا حتى هو هاد كارت جاي جورنال ديال ليكي كيهضر على هو الهوموسيكسواليتي ديالها محمد سيس لو كاش بلوس الهوموسيكسواليتي كاين هذا عاوتاني انت بريس لو روم محمد سيس دي موروك فريكونت لي بار هوموسيكسيو دون سالون كاين حتى الفيديو تمشي تشوف فيديو لقيته طيرة مع برنامج كيهضر على الهوموسيكسيواليتي ديال محمد السادس في السبليون باش شحال من واحد كتجي عرفتي انا شحال جبت ليكم من واحد الجرائد المانية بلجيكية الو سام هادو كلهم بامكان محمد السادس يتحديت قلت لك الا سميك هو دعيهم اللهم دعيهم ما تقدش هادا نزيدك مازال ها هو هادا تا هو المغرب اونلاين ما عرفتش واش ديالها تا هما تحدثتيلو حاطين المصدر توجور فهمتيني لو جورناليست فيرونسال ايغ كورسبوندو دي ماروك بوندو بليزيوغ اني في بيوغرافي بيرسونيل سميتو هذا كتب كتاب عليه كاع تا هو هذا تا هو كيهضر على داك الشد واش شحال من واحد هنا كاين سميتو ما عرفتش هو هذا دا باربون كو ما عرفتش بحال ما عرفتش هاد بلوك ولا شي تخربيق كيهضرو كي الناس كتسول على سميتو يعني راه 7000 جورنال هضر على الهوموسيكسواليتي ديال محمد السادس محمد السادس ما كاينش اللي كيهضر على ايوا انا ما فهمتش علاش زعما ما بغيتيش محمد السادس تحيد داك القانون ديال اللي كيجرم هذوك المثليه الاخرين بساكن مادام انك انت مثل علاش ما تخليش الناس تعيش المثليه ديالها كاين بعض الناس يقول لك راك تدافع على هذوك ما تدافع على هذوك لان في الحريات الحريات راه اما تاخذ الحريات كما هي اما سميتو على ما اوروبا هنايا ما انا معطيهم الحق حتى هما بنادم يعيشوا ويديروا من حقهم مادام ما كيأديو حتى شي حاجه في نطاق القانون حياتهم هذيك ها ولكن بالنسبه لامارات المؤمنين خرج المسلم تهضر على امارات المؤمنين لاسقاط امارات المؤمنين وتثق بيا انا الاول غتلقاني بجانبك لان حتى انا ضد الناس تلعب بالدين اما تشد في الدين كما هو ولا شديتو في الدين بمعنى الدوله الاسلاميه وما غتقدوش حتى تعيشوا فيها واما صافي حيدوا عنا هاد القوانين ديال زعزعه عقيده مسلم وهاد التخبيق وهاد الناس الناس ما كتعملش صافي كتجوجوا صحه جوجوا صحاب بالعدول لقد نكحها بإذن والدها وديك الهضره ديال ديال سميتو تحياتي لكم اليوم راه الخوت عيان في ديال الفيديو ديال شي حاجه وكنت مشغول ما وجدتش عندي مواضيع اللي مازال خصني نجلس ندرسها شويه ايوا هانتوما هانتا هي انا عندي واحد الحوت عندي واحد الحوت هما كيتيمو ما نوريهم لكم ها انت اخي ديال باش ما تقولش اخو ها انت ايه انت شوف بلاتي نهبط الكاميرا ما كان نديرو قاعديا نقربو كاع الكاميرا الحوت ها الاخ ها انت حضي مزيان هي غادا تبدا تيم شتيها ها هي كتيم مراه غسلات اليد اليمنية
بصريا راه هي شفيه غادا تهبط. ها حضي حضي مزيان. ها هي هي دابا كتير المضمضة. هي راه الجناح اليمن الجناح اليسر فهمتي هادشي. ايوا شتي خويا حنا انعم علينا الله صاحبي حنا بالحوت اللي هو اللي هو شي شكل. تحياتي لكم والله الا مشكلة يا خويا انا ما كنتصور شي وحدي دابا هنا شو ما عليك ما نديرش القهوة صاحبي هي ما كنت انا خويا بحالك كنعامل بهاد الشيء 50 عام 50 عام 50 عام ديال الخرافة خويا وفي الاخير تحياتي لكم تهلا بارك.